حملة فاش نستناو أي ماذا ننتظر الشبابية من جديد في الشارع. من أمام مقر البرلمان شعارات ضد الحكومة ومطلب رئيس إسقاط قانون المالية. أعلنت الحركة أنها مستقلة عن الأحزاب، لكن الجبهة الشعبية ساندت هذا التحرك. جينا باش نعبروا يعني عن غضبنا الشديد واستنكارنا معناها القانون المالية اللي تعدى هذه، ويعني ومطالبين انه النواب يعاودوا يعني يراجعوا قانون المالية هذا. على الحكومة ان تتراجع على هذه الاجراءات وهذه القرارات باي عنوان وباي شكل معناها هي تختاره، ولكن اللي يعنينا هو ان هذه الاجراءات وهذه الاحكام وهذه معناها القرارات اثرت بشكل كبير وبشكل سلبي على الظروف المعيشية وعلى معناها الوضع المعيشي للأسرة التونسية وكل طبقات معناها الشعب التونسي. حاول المحتجون الاقتراب أكثر من مدخل البرلمان فتصدت قوات الأمن. غضب من وزارة الداخلية لدى شباب الحملة التي انطلقت في الثالث من هذا الشهر. هم يتحدثون عن إيقافات طالت أكثر من 1000 شاب. منذ بداية الحملة نحو أكثر من 1000 ناشط في الحملة، وحتى غير النشطاء أولاد الحوم الشعبية اللي خرجت تظاهر واللي خرجت تحتج، أولاد الفيراجات اللي خرجت تظاهر وتحتج، زاد تم إيقافهم إيقافات غير قانونية بطريقة غير قانونية، بحيث يوقفوا في عباد توزع في بيانات في إطار الحملة، يوقفوا في عباد تحتج في الحوم وتحتج في الشوارع، يوقفوا فيهم معاملات لا إنسانية في بعض مراكز الإيقاف. وفي ظل تشبث الحكومة بقانون مالية تقول إنه ضروري لإعادة التوازنات المالية، قد تلتجئ إلى قانون مالية تكميلي بعد أن أقرت إجراءات موازية لصالح الطبقات الاجتماعية الضعيفة. على قاعدة اللاتراجع بين طرفي المعادلة يتواصل المشهد على حاله في تونس بين الاحتجاج وتشبث الحكومة، فأي مخرج يجعل من قانون المالية الأكثر إثارة للجدل مقبولا من الجميع. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.